غسل ذكي. شو غسل ذكي؟ هذا الغسالة بنخليها وتختار البرنامج اوتوماتيكيا تتحسس الوزن اللي بيها، تطلع درجة دوران على حسب الوزن وتطلع درجة غسل على حسب الوزن. بالمقابل راح نحصل على غسل اقوى وعمر اطول. تعال صور علاوي. جايبيكم اليوم عرض كلش حلو. احنا ما نجيب عروض بالنسبه لليوتيوب، او الفيديوهات تكون بالعرض حتى اوصل فكره العالم. هذه راح اشرح على غسالات الحافظ بهذا الفيديو، واشرح على اسعار والاحجام. بنهايه الفيديو راح نذكر كل الاسعار اذا كنت مهتم بتفاصيل الغساله، فتابع الفيديو للاخير. وايضا راح نشرح لكم على طريقه تشغيل الغساله ضمانها الخمس سنوات. قبل لا نبدا الفيديو مثل ما عودناكم دعنا تصلون على النبي محمد وعلى محمد وتفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناة. بالبداية عندنا أحجام تجي هواي بالحافظ، مثلا عندكم هذا حجم ال 17 وهذا حجم ال 20 أو 21 كيلو. شوفون لون المارون، طبعا لون المارون يكون أغلى. ليش؟ لأنه يكون أرغب وشوية ستانلس ستيل، يكون مطلب مادة مقاومة للصدى فراح يكون أغلى. وعندنا حجم ال 11 كيلو أو 12 كيلو، عندنا حجم ال 13. هاي الاحجام اللي تشوفوها امامكم عندنا يعني 12 13 17 20 21. يعني الاحمر يجي بال 17 وال 21. اي بس الاحمر اغلى، اغلى ب 10 15 دولار 20 دولار تقريبا، لانه اللون يكون غالي من الشركه. المهم راح اتكلم لكم على 16 كيلو بما انه هي شبيهه بباقي الموديلات كلها. اللي امامكم هي غساله الحافظ موديل دبليو ام اتش 16888. هذا الموديل يعتبر احدث موديل بشركات الحافظ. ليش؟ وبمميزاته هواي راح نتطرق لها بهذا الفيديو، فركزوا على شويه وخلي نشرح لكم على مواصفاته. اول شيء الشكل الخارجي، شكل الخارجي شبيه بقيه الغسالات. السطح راح يكون من المعدن مطلي باللون السيلفر، هذا مو ستانلس ستيل، هذا لون سيلفر. طبعا مده 5 سنوات مثل ما ملاحظين، اذا تشوفوا معلاوي شوفوا طبعا 5 سنوات. وايضا راح يكون بها باب هيدروليك مثل ما عندنا شركه الحافظ، اغلب منتجات الغسالات ما تكون باب هيدروليك. الباب الهيدروليكي يعني نسيت الباب، نسيت شو اسمه، ما ينضرب ضربه قويه وينكسر عندك، ينزل بهالسهوله. هاي الجامه تكون سيفتي جلاس، جامه حراريه عاكسه غير قابله للكسر. بالنسبه لانظمه التحكم شركه الحافظ خلت لكم اياها شبيهه بانظمه السامسونج، يكون ازرار التحكم بنهايه الغساله وتكون بشكل نتوء بارز مثل ما ملاحظين، هذا النتوء البارز. وايضا نظام تحكمها يكون عن طريق هذا الجير بوكس، هذا الجير بوكس كلش سهل ويعطي عمر اطول للغساله. البرامج الموجودة بيها 24 برنامج غسل. شنو الجديد بهاي الغسالة؟ هاي الغسالة تعتبر سمارت ويش، لما نقول سمارت ويش تعتبر غسالة ذكية. احنا نقول فول اوتوماتيك على الغسالات الملحوظ واحد، لكن فوق الفول اوتوماتيك اكو غسالات اسمها سمارت ويش، غسل ذكي. شنو غسل ذكي؟ هاي الغسالة بنخليها وتختار البرنامج اوتوماتيكيا تتحسس الوزن اللي بيها، تطلع درجة دوران على حسب الوزن وتطلع درجة غسل على حسب الوزن. بالمقابل راح نحصل على غسل اقوى وعمر اطول للغساله. ثانيا نظام البخار الموجود بيها، واي عالم يقولوا لي بيها بخار بيها بخار بيها بخار، البخار ايش يقصدون بيه؟ صورني ارجع عليه مره ثانيه. البخار خلوا اوضح لكم فكره، البخار بكل الغسالات الحوض واحد اللي بدون هيتر يجي بيها نظام اسمه نظام الغسل او التجفيف بالبخار، يطلع لك الملابس ناشفه ويعقم لك الملابس. هذا النظام موجود عندنا ليش؟ لانه هذا لازم تربطه بسخان خاص بالغسالات، غسالات الصحون او غسالات الملابس، يعطي درجات حراره او يعطي درجه غليان للماء بحيث يحول البخار، البخار تكون درجه حرارته عاليه مو كثيف، يعني مو مثل السخان الاعتيادي اعلى شيء توصل به 90 100 اللي هي درجه الغليان، لا ذاك توصل به درجات حراره لحد 350 درجه. يعني يتحول المي الى بخار بجزاء من الثانيه، وراح يتحول الى بخار خفيف مو كثيف، يتحول او ينفصل على شكل ذرات صغيره، فراح يعطينا بخار قوي وبخار حار. من يدخل على الملابس راح يجففها، لكن بالعراق احنا مو موجود عندنا، فهاي الميزه ما راح تحتاجها. يعني مثل يستخدموه باللوندر محلات الكوي. ها هو يستخدموه باللوندر، يسموه سخان مع اللوندر، يربط على هاي الغساله، يربط على غساله الصحون، يربط على الغسالات اللي بدون هيتر، لكن بالعراق موجود، متوفر بنظام الاوروبيات فقط، يعني حتى بالسوق مو موجود على السخان. على العموم هذا النظام ما تحتاجونه. تعال خلينا نشرح لهم على طريقه استخدام الغساله. غساله طريقه تشغيلها كلش سهله، كل الازرار مشروحه عندك باللغه العربيه. اول شيء تسوي بالغساله تربط عليها الكهرباء وتربط الصوندات الاثنين اللي ورا، طبعا بيها صونده للمي الحار وبيها صونده للمي البارد، مثل ما كاتبين لكم هنا هوت او كولد. الهوت هذه والكولد هذه. بالنسبه لل
هاي الصندة مالته المفروض تصير ثابتة حتى لو وصلتك لا تغيرها، لأنه بيها مطار هو يدفع المي، فما يحتاج تنزل الصندة بالك. هذا الواير تربطه بالكهرباء والأمور طيبة عندك. بعد ما ربطناها بالكهرباء نجي نشغل زر التشغيل، نشغل الغسالة عن طريق هذا الزر. راح نجي تشغلنا الغسالة بصورة كاملة لكن ما اشتغلت أو ما أخذت البرنامج اللي نحتاجه. نجي ورا التشغيل نختار البرنامج اللي نحتاجه. مثلا عندك العادي، هي الشركة ضابطتها على عدة دورات معينة، تمام، ملابس ثقيلة. الشركة ضابطتها على دورات أقل عدد دورات لكن كعزم أقوى، ملابس كبيرة، ملابس رياضية. المهم كل برنامج إلى عدد دورات معينة وإلى درجة الحرارة المعينة وإلى وقت الغسيل الخاص به. انت تقدر تتحكم بيك تحكم يده وتقول برامج طويله وانا اريد نظام يختلف عن ذني، او اريد اشغل تشغيل يختلف عن التشغيلات الثابته بغسالات الملابس اللي تجي من الشركه. فعندك نظام يدوي هنا، هنا نظام اليدوي، تختار البرنامج اللي يعجبك وتجي تحدد درجه الحراره اللي تعجبك، تريد حار، تريد بارد، تريد عادي. اكو عالم تخلي ملابس نايلون فما يستخدمون الماء الحار لانه يموحها او بيها ارقام مثل الدريسات مال طابه، بالماء الحار يروح الرقم مالته، يستخدمون البارد. واكو عالم يستخدمون الساخن ايضا بالبطانيات او بالملابس القطنيه. طبيعي مستوى المياه تقدر تحدده انت، تخلي منخفض، مرتفع، متوسط، تلقائي. عندك درجه الاتساخ تقدر تحددها، درجه الاتساخ تتحدد حسب الغسل، دوران الغسل. كل ما كانت اتساخ اكثر كل ما كانت دورات سريعه اكثر. عندك تاخير وقت الغسيل هو مؤقت ذاتي، شطف اضافي، تطي شطف يعني ورا الغسل تشطف وترجع تغسل مره ثانيه فتطي وقت اطول. هاي اهم ميزات غسالات الحافظ. بالنسبه لل 16 كيلو راح يكون سعرها 17 كيلو راح يكون سعرها اللون الماروني $315، اللون السيلفر $299. الحوض الداخلي مالته نسينا نتكلم عليه، تعال، حوض كبير جدا ويجي بنظام خلية النحلة يمنع تشابك الملابس. هاي بطاقة الضمان من شركة الحافظ، ضمان لمدة 5 سنوات على الغسالة، ويجي وياها أيضا هاي السلة الإضافية، منها تخلي الزاهي والتايت أو مسحوقات البنش تقدر تخليها. منها عندك الفلاتر، هذا الفلتر تقدر تفتح تنظفه بين فترة إلى أخرى. بالنسبة للأسعار تنجي أول شيء على حجم 12 كيلو سعره $205، على حجم 13 كيلو $259، على 17 كيلو $299. اللون الماروني أغلى ب 15 إلى $20. أخير شيء اللون الحجم 20 أو 21. بالنسبة للون السيلفر $285، أما الماروني فرق 15 إلى $10. متوفر توصيل كل محافظات العراق. أنا كرادة خارج مقابل ثانية الإمام الجواد، حياكم الله.